مشاهدينا الأعزاء، كثيرة هي أمراضنا ومعاناتنا وآلامنا، سواء النفسية منها أو الجسدية، والنفس الإنسانية بحاجة إلى اكتشاف واستنارة بجهد كل الباحثين الجادين الوقوف على بعض أمراضها التي تتطلب وعياً أكثر ودقة في التعامل معها، حيث يتطلب الالتفات إليها المزيد من الاطلاع على الأمراض النفسية. والمرض النفسي كغيره من الأمراض العضوية قد يصيب أي واحد منا، ما هو بصمة عار ولا هو خطأ ولا هو عقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن داء يحتاج بالتأكيد إلى دواء عن طريق المختصين بالطب النفسي. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا نستضيف الدكتورة مريم عبد الرزاق العوضي، استشاري الطب النفسي والأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي في كلية الطب جامعة الكويت. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، مشكورين على استضافتي وما قصرتوا. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك، منورتنا. تسلمين. دكتورة، يمكن نبدي شوية جنرال، ودنا نتكلم أكثر على مفهوم الطب النفسي. طبعا يعني مثل ما تفضلت، الأمراض النفسية يمكن بالعربي مصطلحها النفسي مو وايد دقيق، لأنها هي علميا أمراض عقلية. يعني بالإنجليزي يسمونهم mental disorders، معناته شنو؟ أنه هو المرض فعلا لا جانب عضوي، لا سبب عضوي، بس أعراضها تكون نفسية. أعراضها نفسية معناتها أنها أكثر تكون يمكن عاطفية أو سلوكية بدون ما يكون لها عارض جسدي. نعم. فعشان كذي يسمونها بالأمراض النفسية، بس هو مو مرض داخل النفس. نعم. هو مرض عقلي. نعم. أساسه هو في اضطرابات بالعقل، بس تطلع بشكل نفسي، تأثر على سلوكيات أو على إنتاجية الشخص، أو ساعات حتى تأثر على تكوين شخصيته. ومن كذي طبعا طلع الطب النفسي. طبعا فعشان كذي يعني اللي احب بس ان ابينه ان هي الامراض هذه ما تفرق وايد عن الامراض العضويه او الجسديه. بس الفرق بينها ان مجرد اعراضها تختلف وما تكون للاسف واضحه، وتشخيصها لازم يكون دقيق. يعني أكيد. اذا نبي نعرف الفرق بين اعراض مرض القلق والتوتر والاكتئاب. اوكي، هذه يعني طبعا نقطه وايد مهمه، لان مرض الاكتئاب يعتبر من امراض المزاج. نعم. مرض القلق والتوتر يعتبر من أمراض القلق، هذين مرضين مختلفين عن بعض، ولكن علاقتهم وايد قريبة من بعض. يعني علاقتهم شوية مثل السكر والضغط. نعم. تلاقين الشخص اللي عنده قلق ممكن يكون عنده أعراض من الاكتئاب. نعم. وتلاقين الشخص اللي عنده اكتئاب معه توتر. نعم. فيعني ما نقدر نفصلهم 100%، بس هم يعتبرون مرضين مختلفين. الاكتئاب يعتبر من أمراض المزاج ولا أعراض معينة، يعني قلة في المزاج أو عصبية في المزاج، زائد تغيير في النوم، زائد تغيير شهية الأكل. نعم. الطاقة وزيادة الخمول، تلاقي الشخص فاقد المتعة في أي شيء بحياته. طبعا هم فروع من المرض النفسي. بالضبط. صح؟ كلهم. نعم. تحت. نعم. مظلة المرض. نعم. النفسي أكيد. نعم. بس الاكتئاب أكثر ياخذ موضوع تغيير في المزاج، فتلاقين الشخص هذا كل الوظائف اللي كان يقدر يسويها أو مستمتع فيها تبدأ تقل. طاقته، نومه، أكله، حتى إنتاجيته، متعته بالأشياء تبدأ تقل، تركيزه. وايد ناس ما تدري أنه حتى في جزء من الاكتئاب يؤثر على الذاكرة. نعم. ويؤثر على التركيز. نعم. فتلاقي الشخص مو قادر مثل بالمحاضرة أو مو قادر بعمله يكون مركز مثل الأول. ولكن التوتر والقلق طبعا لا، التوتر والقلق تلاقي المريض يشتكي من أني أنا دائما خايف، دائما عندي مشكلة أني أنا ماني قادر أوقف أفكاري. أيه. قاعد أحاتي كله، أشوف السيناريوهات اللي تعتبر سوداوية أكثر. أيه. فهذا أكثر شيء القلق، مو فقدان متعة ولا مثل ضيقة خلق. لا. بس في علاج طبعا للأثنين. في علاج للأثنين أكيد، الاكتئاب له علاجة والتوتر أكيد. مع القلق له علاجة. صح. دكتورة، قبل الدخول في العلاج، يعني ذكرتي بأن الاكتئاب الشخص اللي يعاني منه يعاني من فقدان لذة التمتع بالأشياء مثلا. بالضبط. شنو السبب يا ترى؟ هل هو خلينا نقول يعني عادة حدث معين مثلا صار، أو أنه هو مثلا ضغوطات نفسية مجملة، أم هناك أسباب أخرى لعل احنا مو مطلين عليها؟ يعني مثل ما تفضلت، الاكتئاب ما نقدر نحدده بسبب واحد. أوكي. هي كذا عامل، منها العامل العضوي والبيولوجي، انه يصير في عدم توازن لهرمونات في المخ، منها هرمون السيروتونين اللي هو اكثر هرمون ياثر على السعاده ولا القدره بالمتعه، هرمون الادرينالين اللي هو هرمون الخوف، وحتى هرمون الدوبامين اللي هو القدره على المشاعر والعواطف. فهذه يصير فيها عدم توازن في المخ، فتسبب على الاعراض هذه تطلع. بس شو اللي يخليها عدم توازن فيها؟ وايد اسباب، ساعات وراثيه. يعني الناس اللي عندهم اكتئاب لو تسال بتاريخ العائله تلاقي ان في شخص ثاني عنده. هذا واحد. فهذا واحد. مثل ما لا تاخذ فرضا البنكرياس، ليش يبلش فجاه يقلل افراز الانسولين بالسكر؟ ما ندري بالضبط شو اللي يخلي الخلايا هذه حاليا ممكن ما تفرز وايد، بس
الدراسات تثبت أن إذا في ستريس وإذا في ضغوطات في الحياة أو حدث صار ممكن هذا تكون بدايته. عشان هو الحدث مو المسبب. التريجر بالضبط. بس هو في عامل 100% بيولوجي ولا كانت الأدوية ما راح تفيد. صحيح. يعني لو الموضوع ما له أي جانب بيولوجي. طبعا دكتورة أغلب مجتمعنا نعاني من نقص الفيتامين دي. صح. وفي ارتباط كبير صح أو علاقة بين نقص الفيتامين دي. بعض الاكتئاب طبعا اللي ذكرتيها الاعراض اللي هو الاكتئاب وغيرها. صح كلامك. فشنو العلاقه اذا توضحينها لنا يعني واهميه فيتامين د؟ فيتامين د جدا مهم. اكبر دليل اذا مثل انا بعالج اي مريض احنا العاده نسوي طبعا فحوصات شامله عشان نتاكد ان هل الاكتئاب هذا هم ناتج كشيء ثانوي لمرض عضوي موجود. يعني فرضا قله الفيتامين د، قلة الحديد في الجسم، قلة فيتامين بي 12، نعم، وفوليك أسيد. إنزين هذيلا من الأشياء الممكن مسببات للاكتئاب. عدم توازن الغدة الدرقية، خمولها أو زيادتها ممكن تسبب اكتئاب أو توتر. فإحنا ندري أن في أمراض معينة ممكن تكون هي مسببة الاكتئاب إلى جانب البيئة المحيطة ممكن أكيد. المؤثرات الخارجية أكيد يعني. طبعا بس الفيتامين د مثل ما تفضلتي يعني إذا ما تعالج وما رد للليفل الطبيعي ما راح يكون في استجابة حتى لعلاج الاكتئاب. فضروري جدا أن نرفعه ونوصله. وإحنا يعني معنا مجتمعنا يعني والحمد لله إحنا عايشين بيئة وايد فيها شمس، بس يعني زيادة قلة أو نسبة الناس اللي عندهم قلة فيتامين د جدا عالية لأن ما نعرض نفسنا للشمس. يعني يا أن مغطين أماكن مكيفة بالضبط، فيعني وايد وايد نسبة عالية. فمن أهم الأشياء أن ننصح فيها علاج فيتامين د قبل حتى ما نبدأ بعلاج الاكتئاب. ذكرت العلاج دكتورة، البعض يمكن يلجأ إلى خلينا نقول الأدوية والحبوب وغيرها، والبعض يمكن يدخل في علاج سلوكي ذهني مثلا. أيهم أكثر فعالية لعلاج الاكتئاب؟ أي أنا ما أقدر أقول واحد أكثر من الثاني فعالية، هو لا علاقة في أي مرحلة بالمرض. يعني إذا أنت قاعد تتكلم عن اكتئاب بسيط إلى متوسط ممكن يكون هنا علاج النفسي بدون أدوية فعال جدا. من خلال نشوف دكتور، نشوف معالج مختص. نفسي طبعا. اي ويصير في علاج سلوكي ادراكي ولا علاج جماعي ولا حتى علاج اللي هو تحليل الشخصيه، او يعني مو مشكله اي نوع من العلاج النفسي. بس اذا كانت الحاله من متوسطه لشديده او متقدمه لا، باغلب الظن دوائي لازم يكون لدور. لما نقول دوائي يعني نتكلم عن حبوب وكذي ولا جلسات كهربائيه واشياء زي ما نشوف بالافلام؟ الجلسات الكهربائيه يعني طبعا للاسف مو متوفره الا في المستشفى، يعني مستشفى الطب النفسي، لان لازم تكون تحت سوبرفيجن. قلتي للاسف انت ليش انت معاها؟ انا وايد معاها لان الجلسات الكهربائيه معنا مثل ما تفضلت يمكن بالافلام ما تبين بطريقه صح. بس اتس فيري سيف، بتخوف يعني، هي وايد سيف. الناس اللي ما تدري عنها ان اثارها الجانبيه اقل من الادويه، وما تدري حتى حق الحوامل وكبار السن اكثر امنه من الادويه. واو. جلسة طبعا لان جلسه الكهرباء اذا اي احد شايفها ترى تتم تحت بنج كامل. يعني ما في نفس الافلام اللي قاعد المريض ينفض. لا طبعا لا يعني للاسف الافلام تحط الصوره سلبيه جدا. الافلام يعني يمكن عبد الرضا حتى العلاج بالمحادثه نشوف شيز لونج شيز يعني من اول ما يدخل عندي العياده المريض يسال دكتوره وين شيز لونج، اللي هو القنفه الطويله. ما في قنفه طويله عادي، كلام وتسجيل وما ادري شو يعني. هو طبعا هل هذا علاج جيد؟ يعني العلاج النفسي له انواع اوكي، بس يعني في اللي هو تعتبر المدارس القديمه مثل من فرويد، واللي يعني المريض ما يطالع لازم المعالج لو يطالع صورة ثانية عشان ما يتأثر ويسجلون له. يعني هذا مو شيء أقدر أقول ممارس للحين، وحتى كعلميا إيش كثر لفائدة قل الشيء هذا. العلاج السلوكي الإدراكي اللي تفضلت فيه وايد له أفيدنس أكثر إنه يعني مفيد للاكتئاب والقلق، لأنه وايد يركز على شنو الأساليب اللي ممكن تساعد فيها المريض إنه يساعد الحين يسوي كنترول على الأعراض. بس حتى الكلام إن الواحد يفرق اللي بقلبه اللي الطاقه اللي فيه يعني أكيد مهم صح. حتى لو المريض علاجه دوائي مع طبيب نفسي ما يستغني عن المحادثه. يعني الحين المريض كل ما يفرضا يشوف اي طبيب مفروض الشكل الطريقه المثاليه انه يصير في دوائي، بس يصير جزء كبير من الجلسه هي المحادثه طبعا، ويتكلم عن شو اللي مضايقه ولا يتكلم عن شنو خططه، مو بس مجرد وصفه ويمشي. يعني هذا اكيد ما راح يكون علاج كافي للاكتئاب او القلق. يصير دكتوره بان المريض ما يكون عارف هو اصلا شنو اساس اكتئابه، ولا يعني عاده المريض يعرف اصلا؟ لا بالعكس، كل شيء وايد وارد. المريض اول مراحل المرض دائما عنده مشكله في انه مو فاهم هذا شنو.
لأنه مو واضح، يعني مو واضح مثل المرض العضوي في أنه يعني مكان فلان يعورني بالضبط، أي ما يقدر يحط إيده على الجرح ويقول كهوة، هذه هي المشكلة. تلاقي الشخص يبدأ شوي شوي يلاحظ أن شخصيته قاعد تتغير، قاعد يلاحظ طبعه قاعد يتغير، بهجة الحياة بالضبط، فيستغرب من شنو، يدور مسببات. وخصوصا الناس اللي ما عندهم مشاكل مثل خلينا نقول ظروف صعبة أو ما عندها ستريس في حياتها، دائما تسأل نفسها ليش، ليش صار فيني هالشيء؟ يعني ما دائما ما يستوعب ان هذا الشيء ممكن لا يكون جانب خارج عن ارادته العضوي، ويلوم الاخرين صح، ممكن يلوم الاخرين او العكس، او الناس تلومه، تلومه هو انه هو ضعيف شخصيه، تلومه هو مو قادر يتحمل، تلومه هو انه ايمانه ضعيف. ان هذه ساعات نظره المجتمع للمريض النفسي، انه مو مقدر النعمه اللي هو بالضبط فيها، بالضبط، ما يدرون ان انت ليش مو قادر تستمتع، مو ناقصك شيء، بس الموضوع مو بيده، هو فجاه فقد القدره هذه بحكم تغييرات في جسمه. اذا ما تم العلاج شنو ممكن يصير في المريض اللي يعاني من اكتئاب؟ هل ممكن يزيد الاكتئاب مع الوقت؟ ممكن يوصل الى مراحل خطيره؟ طبعا مرض الاكتئاب من يعني طبعا اسوء سيناريو ممكن يوصل الانسان الله لا يقول هو التفكير بالانتحار، وفعلا انه ممكن ينتحر، لانه خلاص يوصل مرحله من الياس اللي يحس ان الحياه هذه ما يقدر يكمل فيها. بس حتى قبل هذا وايد اشياء يفقدها بحياته، يفقد انتاجيته، يفقد قدرته على انه يعطي اللي حواليه، اهله، عياله، شغله، فتلاقيه خسر وايد اشياء. يعني حتى لو ما توصل مرحله الانتحار، بس شنو فعلا الكواليتي اوف لايف. دكتورة صدق الحين في امريكا، يعني الحين قال لنا ان خلينا نختم الحلقه قصدي اللقاء، فبامريكا صدق قاموا يلجؤون حق القران الكريم في انهم يعالجون هذه الروحانيات كلها، الاديان كلها انزين تساعد وايد المريض النفسي انه يتحسن. سبيرتشوال هيلينج طبعا اكيد، لان هذا شغله يعني موجوده حتى لو تشوفونها في اي هوسبيس ولا اي مراكز تلطيفيه حق ناس متاخره بامراضهم. وايد جزء كبير من العلاج فالدور الروحاني، الدور الروحاني والايماني، يعني الايمان طبعا يلعب دور كبير في ان الشخص يحاول، لانه نوع من ان انت اطلع الهم اللي عندي واعطيه احد ثاني اقدر افضفض فيه لقدره ثانيه. واحنا طبعا ايضا مؤمنين باهميه الطب النفسي ونقدر كثيرا وجودك معنا اليوم في برنامج ما قصرت على الاستضافه. حياك الله، يا هلا مرحبا فيك، شرفتينا ونورتينا. الله يسلمك، مشكورين. شكرا لضيفتنا الدكتوره مريم عبد الرزاق العوضي، استشاري الطب النفسي والاستاذ المساعد في قسم الطب النفسي في كليه الطب جامعه الكويت. ننتقل وياكم الى ختام برنامج صباح الخير يا كويت من خلال مطبخنا العامر ان شاء الله، والشيف الرائعه معنا اليوم سعاد درباس. نروح مع بعض.